بشار لكل طمناس ويتراجو هذا اللي انت تفسني وين الحمو وزل من 47 ناس صدارين سادة وتيليل هذه وانا غنوا نتسنينا وثاني نذا كان مازال هذه دومو صغال ذق وسان دون

ماذا قو لما أنا ندع سوضني غالي أنت محدثني أن العسكر دي ثمان غردية فما تطيس العسكر تفنزل أن ثمان مياه وستة وخمسين كيلو لهيوف نو نالكيف يتوهجن غار ثمان ثلاثة نيم سدين دكو ثلاثة نيم جنوزين الهيوف يتراجو بعدين زاث التقدم هذه وانا غنو ذا الحاج لكوذ العمراء دمان داقس القرارة غفوي يعني يشودن ثي صغار من الحاج ذي ثالثا دي دون إمينان ناند ذا كاني غفوي ذي إيغوظنون كا دنيا له لك في بطان نو دو أما الله سكوار أني ظني لاقا هذا تكين ذي تسغان الحاج جوجة لف وعشرين وين التسريح نوم جايسو تفتار أن تجياء أري سعون يوكي سلن غاف له أبوين أري ون وكن أذي روح غال الحاجة كن ما روحن غالو خامر بيا أذي زميرن أكن أثن ظفران يمجيين أمي ولم هنا دي سلان انتي لي النهار ذا كان ماشي تغوين اري وين صار واحد مشاكل ادي لي وين دي وين اري روحان غير الحج دي ثلويث ودي ثغنثين الا ما مشا هو كان ودي تعاود راه وين يقلان اي دا يبلون لا فور 20 نال حجاج دوز سوقاس نجي 18 الشاطن بني بلعيد ومي الجناثية الجناثيات واتون الدقس قم ذنان إقرزون يرث يارث مناظين يوك عندي ثمان جيجل ثوزي إقلال أي غان لغان مشاء قدران ذي قفري ذن أدني سين ثمان طاقي لك أيمن عبد الرحيم ذي شام بشكيط أزريه إقلال زيك زوان فانس زفان 120 كيلومترا إذاك الساب الولاية أنجيل تغني وين أجمع إيش في حنسه هو سكينس إجرزن أذل ناس إي ونعن ومذيار أدناف ثنوزروث نبني بالعيد يرلو إي مريا منطقة سياحية معروفة عندنا إحنا في ناس الشرق أنا واحد الناس من باتنا براس كدنا جروب اللي هنا دي في بعضنا كل اه كشي دا كومبين كل صيف ان شاء الله نجيب لهنا نكومبيو كاين سي لا دوزيام فوا يكي غادا بالعيد ديني جرزنا طاس ايني يعني <متحدث> انا الكلية البحر عين يعني انا الكلية لي بانكالون كسا وقشيشة كيما هم داك راكينا هم داك راكينا بني بالعيد نعم كيني سوالا الجناثية تواتون يا للولها ثنا تمري إيكا ملوقا مشاضين أول الناس على إسنسويان لا كوذ لا قديشات إي والمن ثقة معزولة ناقصة من, من خاصة الشواطئ المعزوله هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه فيها الكالم الماء تاعها صافي ربي يبارك الحمد لله الا انه تنقصها بعض المرافق عندنا منازل سياحيه مفروشه بطاقه استيعاب لا تتعدى 60 سرير هذا غير كافي الشيء اللي لازم يكون والشيء العرقي التي يجب رفعها هي الاجراءات البيروقراطيه اللي حالت امام وضع مخطط تهيئه المنطقه التوسع السياحي حيز الخدمه واستقبال مشاريع استثمارية في مجال السياحة بني بلعيد الجناثية توتون ذكر وجيكة وتون الصغور إم ولاق أدوغال الولها أرغورس وكانت تغال ذاين إيكرزن ثاني <applause> ميرثي